لكن الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. يهيئ الله عز وجل للأمة بعض العلماء العاملين الذين عملوا بطريقة مختلفة عن الذي فعله الأفغاني ومحمد رشيد رضا ومحمد عبده. الخلل الذي وقع فيه هؤلاء أن عملهم كان فردي أفراد، فبموتهم تنتهي جهودهم. لأول مرة في تاريخ الأمة تحدث حركات جماعية وليست محلية، يعني حركة السنوسي محلية في ليبيا، وحركة المهدي محلية في السودان، حاول ينتقل إلى مصر لكنه ما استطاع، وحركة محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله جميعا أيضا محلية على مستوى الجزيرة، حاصرهم الأتراك ما سمحوا لهم يتوسعوا، فظلت حركات محلية لم تعم الأمة. وظلت نعم رغم وجود لمحات من خير هنا وهناك، لا تنسون احنا مرة أخرى ما معناها ما في خير في هذه الفترة، لا شك سنوسية مهدية محمد بن عبد الوهاب هذه حركات نهضت بالأمة، لكن المؤشر العام الاتجاه العام للأمة أي كان في انهيار. ولأول مرة منذ قرون تأتي حركات إسلامية جماعية تشمل الأمة. بدأها حسن البنا رحمة الله عليه. حسن البنا ولد 1906 وأنشأ حركة الإخوان المسلمين سنة 1928. طبعا هذا شيء فذ، واحد عمره 22 سنة ليس فقط يؤسس جماعة للنهضة بالأمة، وإنما يطرح ولأول مرة منذ قرون يطرح منهج فكري للنهضة بالأمة. دائما كان الشغل على الفرد، أن أصلح نفسك وأصلح أهلك. لأول مرة يطرح الإمام البنا، وهذا في مذكراته وموجود في رسالة المؤتمر الخامس وغيره، لا نكتفي بتحرير الفرد وإصلاحه وإصلاح الأسرة، بل نتجاوز ذلك إلى اسمعوا هذا كلام غريب جدا أن يطرح في تلك الفترة، الآن صار طبيعي، لكن لما طرح في تلك الفترة كان شيء غريب جدا في الأمة. إصلاح الفرد والأسرة والمجتمع وطرد المستعمر الأجنبي وإقامة دولة الإسلام وتوحيد أمة المسلمين وأستاذية العالم. شيء عجيب أن يطرح عند قاع الانهيار أننا سنسود الدنيا جميعها، أحدث أملا، بدأ الناس يتعلقون بالمنهج من جديد. وفعل شيئا عجيبا آخرا، لأول مرة بدأت حركة الثقافة تتوقف عن الانحطاط. يستدعي الإمام حسن البنا رحمة الله عليه الشيخ الفقيه سيد سابق ويقول له: يا شيخ اكتب لي كتابا في الفقه يفهمه الناس. معناها ما كان في كتاب واحد في الفقه يستطيع الناس أن يقرؤوه، وفعلا يكتب كتاب فقه السنة. ويستدعي البهي الخولي، قال: اكتب لي كتاب في فن الدعوة إلى الناس، دعوة الناس إلى الحق، فيكتب تذكرة الدعاء. وتبدأ حركة توقف الانحطاط، بدأ الشباب يصبح عندهم أمل، يصبح عندهم طموح، يصبح عندهم همة، يصبح عندهم تعلق بالمعالي، بالمنهج، بهدف إنقاذ الأمة. ليس هذا فقط، والهدف أن نسود الأرض. ولأول مرة أيضا تطرح فكرة غابت عن الأمة لقرون، أن وهذه أيضا ما طرحها، أول من طرحها بهذا الوضوح الإمام البنا رحمة الله عليه، لأول مرة يطرح الإسلام نظام شامل للحياة، دين ودولة، عقيدة وشريعة، سياسة واقتصاد، دين. هذا مفهوم غاب عن الأمة سنين، فيأتي هذا الرجل ويوعي الأمة من جديد أن هذا دينكم. ما يمكن نفصل السياسة الآن، نحن بيننا الآن خلاص صارت المسألة بديهية. يا إخواني ما يا أخواتي ما كانت بديهية في بداية هذا القرن، ما كانت بديهية.
الإمام الجليل حسن البنا هو الذي حركها بهذه الصورة. حتى الحركات التي جاءت قبل ركزت على شيء واحد، إما على الفكر ولا على العقيدة ولا على الدعوة. لأول مرة يحدث حركة شاملة في الأمة. يتكلم حسن البنا عن الاقتصاد، نظام الاقتصادي الإسلامي، عنده كراسة في هذه المسألة، ونظام الحكم في الإسلام، والمرأة في ميزان الإسلام. المرأة اللي ما حد فكر فيها 800 سنة بدأت نهضة غير عادية، وبدأ الناس يعودون إلى دينهم ويفهمون دينهم. أيضا في هذه الفترة، بعده بفترة يعني البنا صاحب السبق، لكن أيضا سبحان الله من غير توافق ومن غير دراسة على يد نفس المنهج أو على يد بعضهم، سنة 1941 يخرج إمام عظيم في شبه القارة الهندية، هو الإمام الجليل أبو الأعلى المودودي رحمه الله، وقد شرفني الله تعالى بلقائه. ففي هذه الفترة يخرج في موطن آخر من الدنيا، ولم يتتلمذ على يد البنا، ولم يطلع على فكر البنا، فيأتي العلامة العظيم أبو الأعلى المودودي بنفس الفكر ونفس الطرح، ويبدأ يكتب كتبه العظيمة التي بدأت تنتشر بين الناس، وبدأ الناس أيضا هناك في الشرق ينتشرون ويتمسكون. عوامل مشتركة عجيبة جدا، رغم أن الرجلين لم يلتقيا ولم يتتلمذا على يد مدرسة واحدة ولم يتتلمذا على يد بعضهما، لكن نفس الفكر، الإسلام نظام شامل للحياة، أن العمل الإسلامي لابد أن يكون عمل جماعي منظم حتى نستطيع أن نوقف هذا المد، لابد أن نحرر الأمة من المستعمر العسكري، لابد أن نكون نحن أساتذة الدنيا من جديد. وبدأ التوقف للانحطاط. شوف بعض الناس يقيس الأمور فقط من الجانب العسكرية، ما حكموا إذن فشلوا. لا تنسوا أن الحضارات تنشأ بماذا؟ ليس بالقوة وليس بالمدنية وليس بالمباني، وإنما تنشأ النهضات والحضارات بماذا؟ بالفكر، كما بدأت أول مرة نشأت بالفكر. فبدأت الأمة تطرح فكر جديد. طبعا علماء الأمة هؤلاء العلماء غير التقليديين، العلماء العاملين بدأوا يطرحوا فكر، وفكر استهوى الناس، وبدأ هذا الفكر ينتشر. الإمام حسن البنا في فترة وجيزة انتشرت دعوته إلى، فورا انتقلت إلى السودان وإلى فلسطين أول ما بدأت، ثم انتقلت إلى سوريا والأردن، وبدأت تنتشر في الأرض. وفي نفس الفترة أبو الأعلى المودودي تنتشر حركته في باكستان والهند وبنغلاديش، وتصبح هي المعلم الرئيسي للحركات الإسلامية التي قامت في إندونيسيا. من هنا تأثرت، بالإضافة إلى تأثر بعضهم مباشرة بالبنا رحمة الله عليه من خلال البعثات التي كانت تبعث إلى الأزهر وتحتك بحركة الإخوان المسلمين هناك. فحركتين طبعا لا نقلل من شأن الحركات الأخرى، لكن التاريخ شاهد هاتين الحركتين كانتا هما الحركتين الرئيسيتين اللتان أحيتا الأمة. وبدأت المسألة في كل الأرض. ما أنا أتحدى اليوم أن تجد موطن في الأرض ليس فيه عمل إسلامي منظم. في كل الأرض بدأت الحركة المنظمة، وبدأت الدعوة إلى شمولية الإسلام. هذا فكر جديد، هو فكر الإسلام لكنه بالنسبة ل 800 سنة يعتبر فكر جديد، والعمل الإسلامي يحتاج إلى عمل جماعي. وبدأ فكر يطرح أستاذية الدنيا، نحن الذين سندير الدنيا من جديد. طبعا ما زالت معظم الأمة نايمة، لكن الأمم لا تحركها الشعوب والغوغاء، الأمم تحركها النخب، النخبة هي التي تحرك الأمة. فبدأت النخبة تعي. طبعا حدثت أيضا مرة أخرى صعود والنزول، يعني هنا لما جاء المد الناصري
لا شك كان فترة انهزام وانحطاط شديدة أصابت الأمة، لكن ما استطاع أن يقضي على هذه الدعوات ولا على هذا الفكر، بل بالعكس حتى في فترات الضعف بدأت الأمة تتلقى هذا الفكر وتبني عليه. وحدث ولأول مرة شيء مهم جدا، أن العمل الإسلامي تحول إلى عمل مؤسسي. مدارس تنشر هذا الفكر، جامعات تنشر هذا الفكر، وبدأت هذه المسألة تلاميذهم الآن يتلقونها. فيأتي شيخ مثل الحسن أيوب رحمة الله عليه ويؤسس لجنة زكاة. لجنة زكاة، الجماعة يفتخرون ولهم حق أن يفتخروا، أول لجنة زكاة في العالم. طب يفكروا معي، فكروا معي، أول لجنة زكاة في العالم يعني معناها شنو صاير في الأمة 800 سنة؟ حتى الزكاة ما كان في أحد يرتبها، هكذا كان الخلل في الأمة. وبدأت بنوك إسلامية وجامعات إسلامية ومؤسسات إعلامية إسلامية، وبدأت النهضة، بدأ الصعود. المشكلة الكبيرة أن الناس سبحان الله ما تقيس الأمور بهذه الطريقة، وإنما تقيس فقط بالانتصار العسكري، بوجود دول تحكم. طبعا بدأت بعض الدول تقترب نحو الإسلام وتحاول أن تلتزم بالإسلام، لكن بعد، لكن على الأقل بدأنا واقتربنا اقتراب شديد. وبدأت هذه النهضة من جديد. أين نحن اليوم في منحنى التاريخ؟ أين نحن؟ ما عدنا في القاع، الحمد لله تجاوزنا القاع، نحن هنا. لكن لما ننظر إلى التاريخ وننظر كيف صعد الإسلام، ثم 600 سنة، ثم النزول 800 سنة، ثم يكون هكذا، هذا الصعود الصغير أمام هذا الجبل الكبير ما يبين عند أكثر الناس. أكثر الناس لا ينتبهوا إليه، لا يرونه. ولذلك أكثر الناس ماذا يرى؟ يرى الأمة ما زالت في انحطاط، يرى تجبر إسرائيل وكذا. متاع قليل، لا تنسون، ما دام تغير الفكر الباقي سيأتي. الأصل هو الفكر، لو كان الفكر لم يتغير لكنت أخشى على الأمة أنها ما زالت بعيدة، لكن ما دام تغير الفكر وصار الناس الآن، حدثوني الآن، في إنسان يريد أن يبحث في قضية لا يجد كتاب يقرأه، كل موضوع عندك عشرات الكتب فيه، صح؟ والناس اللي ما يحبون يقرون عندهم أشرطة وعندهم قنوات فضائية يتابعونها، افتحوا القنوات الفضائية ولفوها، كم برنامج عن الإسلام، حتى لما يكون هجوم على الإسلام أنا أسر. لماذا؟ لأن احنا لما كنا، وأنا أذكر ذلك، لما كنا في الستينات والسبعينات نتمنى أحد يتكلم عن الإسلام حتى لو بشر، لأن الناس خلاص مشغولة. الإسلام فرض نفسه على أهله وعلى أعدائه، ما يستطيعون يتجاوزوه، أصبح الإسلام هو قضية العالم. أنا لما كنت في واشنطن 14 think tank، 14 مركز تفكير استراتيجي للحكومة الأمريكية كلها في واشنطن دي سي، كلها بالإجماع تقول أن الصراع القادم هو ليس بين الشرق والغرب وإنما بين الغرب والإسلام، كلها بالإجماع. هم فطنوا إلى هذا لأنهم عندهم تحليل وعندهم نظر، ونحن ما زلنا نشتكي أننا في ضعف وفي تخلف.